نفيسة، أم سودانية من ذهب، حاصرتها الهموم والمشاكل من كل جهة، وما كان عندها إلا عزيمتها وصبرها وإيمانها، وكانت البداية. تزوجتها سنة 81، الزوجة له 3 بنات وولد، زوجته توفت الحمد لله، قمت بتربيتهم، خدت معه 3 سنة، في 3 سنة جبت بنتي آمنة سنة 83، وأبوها توفى سنة 84. طبعا بنته كبيرة شوية اسمها أبو سينة، عمره كان 9 سنة، ابنه عمره 7 سنة، وعاشة 5 سنة، وعثمان 3 سنة. والحمد لله كان يعني ظروفنا على قدر الحال، كان يعني موظف صغير في سكة حديد، لما توفى ما خلاني أي حاجة. والله والله وحلف لك صادق، وجيراني بيشهدوا والناس كلهم بيشهدوا، بديت والله بالعظيم بالزلابية من الصفر لحد ما بقت بالشيء اللي انتم شايفينه امامكم ده الان، كله انا بعزيه لانها هي كفلت ايتام. انا بعتبرها هي امي، لان انا امي ما شفتها، انا فتحتها عليها. من ناحيه انها هي ام، ومن ناحيه انها هي ذات حلت محل الابو. بالنسبه لنهر النيل جيت الاولى، بالنسبه للسودان جيت الثامنه على مستوى السودان. وبسينا دي جزاه الله خير، وربنا يديه الصحة والعافية. بنقوم الصباح بدري، صلاة الصبح بنعمل الزلاج. عظيمة هي المرأة السودانية، وهي ذاتها بتصحى معي ونولي على الفانوس. المرأة التي تبني من احتياجاتها ومعاناتها جسرا تعبر به إلى قمة النجاح. نفيسة الخليفة هي سيدة أعمال، هي الآن واحدة من الأسماء اللامعة في مدينة العبيدية، تفتح آمالها العراض على الدنيا وتستثمر في كل شيء. طبعا بعد الزلابية بعمل البسبوسة، أبوي الله يرحمه عنده فرن، بيرتب لنا كل يوم 5 عشات، يقول الساعة دوبي، ونحن الحمد لله يعني بس يعني ماشيين بهون ذاتهم، ربنا يدون الصحة والعافية، يعني ما تعبوني شديد، يعني أخلاقياتهم كويسة، أولاد مؤدبين، يعني ما حوجوني لضرب ولا لمشاكل ولا أي شيء، الموجود بيتعدوه إن شاء الله، بيكسر بيتعشوا باقي الملاح بأي شيء، يعني الحمد لله هم ماشيين معي على حسب الوضع، يعني ما الناس اللي بيعذبوني ويشيلوا حالي وكلام زي ده. ومن بعد ذاك برضه بديت أشد الفول شويتين، مشينا شوية سويت لي راس مال زي 1000 جنيه كده، مشينا كسل عندهم خالتهم، مشيت هناك كنا نزور زيارة لأنها كبيرة وما بتقدر تجينا، والولاد قلت أغير لهم وضعهم شوية لأنه أمه وربوه متوفين. أحطتنا حنانة، يعني تشفق علينا، حتى لو طلعنا تأخرنا تشفق علينا، والله بتريان في الشارع يعني ماشي أي محل، يعني تمشي مثلا بزمن تأخرت من الزمن ترجعنا في الشارع برا، ترجعك برا في الشارع، تفقدنا في سرايرنا بالليل، يعني ما نمنا نحن وما بتنوم. مشينا كسل، لقيت أخوي ده محجوب، يعني شغال عامل بيغسل العربات، يعني بيس يوميات، شفت الريحة هنا كان في عطبرة شوية غالية، الفتيل ب25 جنيه، في عطبرة في كسل ب10 جنيه. المهم قلت له يا محجوب، بدل انت هنا ده تجارة شايفة في عطبرة كويسة، شيل من هنا ودي. نحن هناك في قعدتنا 15 يوم، جاب له سفرتين 3، كل سفرية الحمد لله بيشتري ب900 جنيه، كرتون تريحة فيها دستتين بتربح 300 جنيه، قلت له خلاص بيناتنا الربح، الحمد لله اشتغلنا استمرينا. في ناس ربنا بسخرهم لخدمة الناس، بحسوا بآلامهم وهمومهم، ودائما يديهم بتكون ممدودة بالخير لأي زول محتاج. حاجة نفيسة أو أمنا نفيسة لقيت واحد من الناس ديل. بقيت مشيت عطبرة بشتغل في الملابس الجاهزة، يعني كل زول بيوصلني يقول لي جيبي لي توب، جيبي لي قميص. في عثمان أحمد سلمان الله يرحمه يغفر له، زول من أولاد تنبول، هو بدأ معايا الشغل، قال لي يا بنتين طار، بدل تجي كل يوم والله يومين وترجع، السفر كان صعب لعطبرة، يعني بمشي الصباح بصل 11، أخذ ساعة واحدة في السوق،
أركب في العربية تنزل الدقيق وتفرغ ونصل هنا إلى المغرب، والله يكون لا فطور لا غدا لا أي شيء. قال لي يا بنتي شيل الشيء اللي بتكفيكي بيعيه وجيبي لي قروشي. استمر معي الحمد لله في الشغل فترة قريبة 4 5 سنة، والشغل شوية بدأ يتحسن الحمد لله. الذكريات عند نفيسة مؤلمة، ولكنها ذكريات جعلت منها سيدة تعرف كيف تجتاز العقبات. حملت على عاتقها مسؤولية أبنائها الأيتام، صنعت الخبز، اللقيمات، سندويتشات التلاميذ. عملت ليلا ونهارا لتعيش وأبناؤها وبناتها الصغار. مصروفاتنا على أكمل وجه، زين وزي الناس اللي أبوينه قاعدين معاهم، لابسين زيهم الحمد لله، ماكلين زيهم، يعني ده كله الحمد لله متوفر تمام. رغم انها يعني الحياه كانت بسيطه بالنسبه لي، يعني بتبيع بقدره فول، بتبيع طعميه، بتسوي زلابيه، لكن برضو الحاجه اللي احنا دارينها كانت لبيه لنا على كل وجه. تعيش نفيس الخليفه في العبيديه، والعبيديه محطه عريقه ارتبط اسمها بالسكه الحديد، والان هي مدينه تتكون في مداخل الصحراء. وبرغم الحوجه والحمل الثقيل، إلا إنه كان الطموح والأمل إن أمنا نفيسة أكبر. عشان كده كان كل خطوة بتمشيها بتكون بداية لخطوات أهم، لغاية ما وصلت أهم خطوة في حياتها. حسنا حاليا بمشي سوق ليبيا زي ما قلتك، بتعامل مع عثمان أحمد سلمان وتوفى ربنا يرحمه وزكاني له الشندي. حسي حاليا أنا كان دخلت السوق ما شايلة ولا مليون واحد، بسمعتين نظيفة في السوق الحمد لله. أي زول بيدين بضاعة وأي زول يقول نفيسة ما تخاف منها. نجحت نفيسة الخليفة لأنها اعتمدت على ربها ومضت في دروب الحياة، لم تستسلم لظروف قد تكبل أخريات، ولكنها آمنت بشيء هو ما جعلها الآن امرأة ناجحة. أصلا ما أحبطت من بديت شغلي ولحد الآن، أنا ما محبطة، أنا لحد الآن عندي إحساس أكون أكثر من كده، والله عندي إحساس أكون أكثر من كده. بتوقع يعني إن شاء الله ربنا يكرمني بإكرامية من عنده أكون فوق، يعني حسي إن شاء الله ربنا كريم وربنا يكرمني إن شاء الله يفتح علي. حسي فاتح عليهم الدين الصحة والعافية والحمد والشكر لله. نفيسة الخليفة هي سيدة أعمال، هي الآن واحدة من الأسماء اللامعة في مدينة العبيدية. والله تتعامل يعني حس عندها زبناء، وأصلا أنا ما حصل يوم غلطت على زول. أنا اللي قدامك ده بيتعامل معه وأسست بيتي ده منها، يعني بنيت بيت حسي وصلت لدرجة 50 مليون من أساسات وأشياء وهناي، والله بدي أجد على مليون تقبل. الحكاية عند نفيسة تتسلسل أحداثها كما السنوات، تصعد بنفسها عتبة عتبة، حتى وصلت إلى اللحظة التي نتواجد فيها الآن في بيتها الأنيق. فالناس كلهم قالوا نفيسة دي بالصغيرة وما بتتحمل المسؤولية. قلت لهم هون أمي وأنا أبوي تحت التراب، أنا الحمد لله على قيد الحياة، ربنا كان قدرني أنا يعني بواصل معهم إلا ما أقدر. أبوي الله يرحمه جاني قال لي يا بنتي الأيتام ديل والله جنة والله نار، وربنا يقدرك إن شاء الله. كان قدرت عليهم، نحن والله نساعدك أي شيء تنقص لك مستعدين له، وكان ما قدرتي نحن برضو ما بنجبرك، على حسب دي حياتك أنت نحن ما بنسيك فيها، وربنا يرحمه ويوسع مراقده. كان من حياته مرتب لي 5 عيشات ديل، من حياة أبوهم كمان. بعد أبونا توفى بقى يجيب لي الشوال الدقيق، يقول لي بيعي، يعني بداية الهنان في حق الله، يجيب لي شوال دقيق ولا يبيعي بالكيلو، اعمل لك شعيريه زمان داك في مكانة الشعيريه اليدويه، يعني برضه بنعملها. جاهدت وكافحت يعني لدرجه انه يعني حتى من قدره الكفاح ولناي يعني ظهر في جسمها. امنت بان الحياه تتطلب ان تصنع ممن هم حولك فريق عمل ناجح تستطيع ان تكون به ثروه. البنادر والله جزاين الله خير ساعدني مساعدة ما بعدها، وصلا ما شايلة حالي بأي شيء، قلت لك بالبسيط بيتعدى، يعني حتى لو إن شاء الله ما في ناس حاسة شايفون يقولوا دي الملاح البايت ما بناكله، الكسرة ما بنتعشابه، لكن هم يعني الحمد لله يعني بنات يعني مهذبة شديد،
ولا عذبني بيقول ان طالعين مشوار ولا بيقول ان دبس شويه ولا بيقول ان، ولكن الحمد لله لبست ونحسن لبس، يعني ربنا اقتداني واكرمني والله العظيم. اي زول بيتحكمون يعني قالوا بنات الحسنابي يعني تقريبا كانوا امهم وابوهم عايشين ما بيكونوا عايشين العيشه اللي هم فيها، يعني كنت اقول ما عندهم صبروا معي وساعدني ووقفوا معي، وكنت كمان الحمد لله ربنا اكرمني شويه كمان انا ما دسيت على نيشه والله. والله امي ما قصرت معانا، قدمت لينا كل ما تقدر عليه من كل النواحي، من ناحيه انها هي ام ومن ناحيه انها هي ذات حلت محل الابو. يعني انا لما ابوي توفى خلاني عمري 4 سنة، احنا 2 شقيقات انا ويسرى اختي مواليد 94 اصغر مني بسنه، خلاني ابوي عمري 4 سنة. والله امي احنا من قمنا هي تعبانه وشقيانه وكل عشان تريحنا ومتحولنا لزول اصلا. نجحت في العمل العام في الاستثمار، ونجحت في بناء اسرتها على الطريقه والشكل السوداني الذي نحب ان نراه في كل البيوت. وهي حتى لما بناتها كبرن ها هي زوجت لهن اخوانها المعلمين، يعني شوف لدرجه انه يعني شوف المدى الاحساس لنا، يعني هو من براين البنات ديل، يعني لو بنت الكندو دي جابت لهم اي زول كان يقبله، جابت اخواني اللي هو الفاضل ومحجوب وزوجوهن، الحمد لله انجبوا منهن اطفال وحسي ديل احفاد تراهم موجودين هنا. رسالتي للناس انهم يسعوا ان زوله يعني ما يكون يعني يقول بس انا يكون محبط نفسيا هنا، الزول يحاول يجرب ولو الدنيا ما نفعت انا اقول لك كلام، انا حاسه مرات بجيب بضاعه ولو ما تباعت معي والله عندي ديون فوق ناس بقت يعني ما جاي يعني ما بقول خلاص انا خلي التجاره وديوني ما جاتني وقروش كلها ديون وكلام زي ده، انا لازم تاني اجيب بضاعه تانية ولازم استلف قروش منه حجوب ده وامشي سدد بيه هناك عشان شنو؟ عشان اجيب بضاعه جديده ومش يعني اجيب العجز اللي حصل لي ده، يعني انا ما بقول انا عجزانه في الشغل وخلاص انتهي لحد ما راس مالي بيروح كله، لكن انا اجيب اتدين ان شاء الله، اتدين من البنك ممكن، اتدين من اخوي ممكن، وتاني اجيب وديك راحت حتى لو راحت ما مشكله بجيب غيره تاني، يعني الزول يعني اصلا يسعى يعني عشان ربنا بيساعده، والحمد لله ما وقفت قدام زول وحرجني ولا يعني مرو وقفت عليه ولا تعسرت عليه ولا ايش، الحمد لله ربنا مساعدني وربنا واقف معي. زي شقة السيف للمحن شقيت يا عراب حظ ظلام، كان كل همك انه كيف صوتك يصل خط التمام. يعني كانت بتتعب اكثر من اللازم في سبيل انه توصل رسالتها دي، وفعلا انا بعتقد انها هي نجحت بعد العناء الكبير اللي كان صاحبها في بدايه كفاحه وجهاده في ذلك الفتره، وصلت رساله قويه جدا جدا، رساله يعني مثال حي للنساء. تحتفي نفيسة بنجاحها وبالتكريم الذي استحقته من ولاية نهر النيل، فهي امرأة مثالية بكل المقاييس. نجحت في العمل العام في الاستثمار، ونجحت في بناء أسرتها على الطريقة والشكل السوداني الذي نحب أن نراه في كل البيوت. بالنسبة لنهر النيل جيت الأولى، بالنسبة للسودان جيت الثامنة على مستوى السودان، كرمونا في قاعة الصدادة ناس دكتور فاطمة خالد وسقبال جحفر وأمير الفاضل، ودوني مشاح ودوني إهداء ودوني جائزة مالية، جيب الإهداء دلتهم وتاني ناس الشؤون الاجتماعية ناس الدامر برضو عملوا لي تكريم بالنسبة لنهر النيل، تاني اتحاد المرأة برضو عملوا لي تكريم وإهداءات، دوني برضو جائزة مالية وإهداءات. رحلة من قدرة الفول والزلابية والسفر الكثير بين المدن، وكثير من التعب والمعاناة
والإرهاق والضنك والهموم إلى واحدة من كبريات سيدات الأعمال في العبيدية بل في السودان كله. كان زاد في هذه الرحلة الصبر والجلد والعزيمة والإصرار والإيمان، ولا زالت طموحها قدرتها على الإنجاز مستمر. شكرا أمنا النفيسة. أنا أقول لك كلام، من عمري 11 سنة ولي حس ما قد كده ارتحت، حس ما أشوف شغلي ده، لي حس نفسي أنا مرتاح. شكرا لك جزيل إلى هديت نقيمة وريت الشباب ثمرات العزيمة، كيف الزول بيوصل بالروح الهميمة قبل الخطوة فكرة وبعد الخطوة بكرة نجاحات مستديمة. شكرا لك جزيل إلى هديت نقيمة وريت الشباب ثمرات العزيمة، كيف الزول بيوصل بالروح الهميمة قبل الخطوة فكرة.